كل خطره الرئيس كيقول لك راني صوبت راني فعلت راني تركت، كل خطره كيقول لك خسرت عليها 19 خسرت عليها 18 ما عرفناش اخذ الخسران كيفاش داير. دابا بحال اليوم الجمعه الناس غادي للجامع وهذا الشيء هذا ديال الواد الحار الطوموبيلات وداك الشيء كيرشوا على الناس، اللهم اين هذا منكر. الناس ملي كيديروا كيقول لك اسيدي انتما في كاينين واش انتما موتى؟ انت كتشوف هذه الحاله هذه ما كتهضروا عليها ما والو. المواطن كدير لكم مثال كيقول لنا انتم مستشارين ديال الجامعه وهذه ما كتهضروش على هذا الشيء، هذه راه حاله ماشي هي هذه. شو الحاله؟ راه حاله ما احنا راه عيينا خويا، احنا راه ولينا باغيين كاع نخويو البلاد على حق كثير على حق الطريق هذه. الناس كيجيو عندنا حتى الجامعه كيقول لنا سيدي راه ما طريق ما والو، الطوموبيلات هما اللي ندور كيجيو عندنا حتى الجامعه كيقول لك اودي راه ما حاله ما والو هذيك دويو على هذا الطريق، دوينا خويا تعينا وما جابش يلاه. شوف راه الحاله هي كتوري. دابا الناس كيمشيو للجامع والله العظيم لا كيطير عليهم هذا الغايص، وهاد الناس كيغسلوا الطوموبيلات ديالهم وغايدوز من هنا ترجع الطوموبيله كما كانت، وكيقول لنا خويا كل خطره كيقول لك واش خسر عليها شي ثلاثه الخطرات والو. انت تشوف الحاله بحال كيديروا على ديك الحرشه ديال فاس، ها يرشوها شويه وكتفرتت على بوحدها، يعني ما كاينش شي خدمه معقوله ولا شي حاجه جديه، ما كايناش الجديه ما عندناش، ما كايناش الجديه. انت تشوف اخويا هذا راه الواد الحار، هذا راه الواد الحار كيتفر كاع الواد كيولي كب هنايا وكيقول لك انا غنصوب راني غندير غنفعل ما جاب الله والو. شوف الحاله ديالها كيفاش دايره، هذا هو الجواب ديالو. يا مسعدة جاب هذيك التراكس، التراكس عادية ديال الجامعة، كرطت ما عاد ما تكرط ما دار حتى حاجة، كرط هذا الشيء من هنايا ودازت ما كاين حتى حاجة وما استفدنا حنا حتى بشي حاجة والو. المسؤولين يشوفوا بعين الاعتبار والرئيس هو يشوف هذه الحالة ويشوف راه حنا مكرسين في هذه الحالة، لا المواطن كلشي كيجي كيمل منا حنا كاع المواطن. كيقول لك انتم مرشحين ودرنا عليكم وما دايرين حتى حاجه في المنطقه والو.